شكراً لجزيلاً جولي. أنا من دواعي سوريا أن أكون هنا معكم جون روبنسون، وأنا المنسق للملكية والعقار بالنيابة عن المناطق المسؤولية. أسمع من زملائي يعملون على الأرض، هناك أمور تحديات كبيرة جداً. جولي كما قالت في الأسئلة والأجوبة موجودة على الزوم أو لديكم أي أسئلة، أريد أن أقول لا يوجد هناك أسئلة غبية. تسمعون ماذا يعني هذا لعملي، ما الذي تريدون أن تعملوا من عملي، هذا أريد أن أطبقه وسأجاب على أسئلتكم في هناك في أجوبة وأسئلة المخصوصة خاصة لذلك. بالنسبة للملكية والعقار، أيضا HBRR هي طبعا هي تحت قيادة المجلس النرويجي للاجئين والمؤل للأمم المتحدة. كيف أتيتم اليوم وما هي خلفيتكم؟ لدينا بعض الأسئلة نريد أن نسأل لكم ونرى أجوبتكم عليها. نأمل أن هذه الأسئلة والزملاء يمكن أن يشاركونا. كيف تشعرون الـ FAB؟ أنا سعيد أن أرى هذه لديكم خلفيات مختلفة، هذا لا مشكلة. هل تعلمون ما هي السكن العقار والمالية؟ هناك بعض الأشخاص الذين موجودون معنا، ما هو السكن العقار والأرض؟ ممكن أنتم تحلمون في هذا السكن العقار والأرض، قد سمعتم بها أو لا، أو مهتمون بها، أو الدولة التي نحن ننظر إليها هي جزء من محفل كبير. لا أعلم إذا كيف تعمل، كيف أريكم هذه النتيجة من جانبي. لا كلا، لنا سأقف التصويت، نعطي دقيقة أو دقيقتين لكل الأسئلة. يمكن أن نأتي بهذه الأسئلة ونري بعد ذلك النتيجة للجميع. كيف تشعرون حول السكن والعقار والأرض؟ هل هناك أنتم في منطقة جغرافية تعملون فيها هناك؟ لنرى ما هو الأمور المتعلقة بكم. وإذا تعملون على سكن العقار الأرض، ما هي البيئة التي تعملون عليها؟ هل هي من الأمور العرفية؟ سنتحدث عن هذا لاحقاً. ماذا يعني لكم، أو يعني أي شيء لكم؟ سنجمع هذا 30 ثانية ننتظر لنسمع الأشخاص، وبعد ذلك سنعرض النتيجة. هناك بعض الأمور الموجودون معنا من ثانيتين وبعد ذلك نشارك النتيجة. 5 4 3 2 1. حسناً، نشارك النتيجة هنا. كما ترون هناك بعض الناس هم يحلمون بالسكن العقار والأرض ويريدون ذلك، والعالم أنه مهم. بعضهم سمع بهم وبعض لا يعلمون عن السكن العقار والأرض، نعرض لكم جغرافيا. هناك أمور تركيز أكثر على العمل في الدول في أفريقيا. الناس يعملون في جميع أنحاء العالم في مجالات مختلفة ولا يعملون على موضوع سكن العقار والأرض، وهناك اختلاط في النظام العرفية وهذه بعض المعايير. بعض هذه المصطلحات أنتم تعرفون أو لا تعرفونها. بعض الناس يعملون هناك، أو السياق هو نفسه. وأعلم أن بعضكم قد أجاب عن هذا السؤال، سكن العقار والأرض. هذا يعطينا بعض إحساس وشعور بالاختبارات، خبرات مختلفة منكم.
الأسئلة قد تكون لديكم، وسنأخذ نتعلم أشياء كثيرة من العرض اليوم. هناك بضع دقائق نتحدث عن السكن العقار والأرض، وكيف السكن بالنسبة لأمور الإنسانية، والتركيز هذا على العرض اليوم. إذا زملائي يشاركون معي، الشريحة الأولى لديها جدول الأعمال فيها، نعم أراها هنا. أقول هنا هي الدول التي نناقشها اليوم، زملائي في أفغانستان، جنوب السودان، أوغندا، وهندورس، وسيتحدثون لنا عن عملهم ومناقشة وأسئلتهم. كما جولي قالت، هذه الاستجابة على أجوبة في النقر على الأسئلة والأجوبة، ونشاهد أجوبتكم هناك. فقط بالنسبة للحن الأبيض، نحن ندعم التنسيق والعمل في الأمور الإنسانية. 33 كارثة حول العالم ودول فاعلة، ولدينا HLB هي فاعلة في تلك المناطق، وندعم HLB في مناطق أخرى، ونحن نروج ونشجع أن يضعوا أسئلتهم ودعم هذا أيضا في هذا الأمر. هذا ما هو المناطق المسؤولية، هي التي نحن وضعناها اليوم في المناطق التي تعمل فيها. ما هي HLB سكن عقار الأرض؟ كالأراضي هي هناك بعض الفئات تكون متاحة للناس يكون لديهم الأرض والعقار. هي مهمة وقلب المشردين، وخاصة في الاستجابة الإنسانية في أفغانستان. HLB هي الموطن بعض الأخاء، هناك هي اللجوء الآمن الذي يكون لديهم، هذه بعض المكان الذي تعيش وتكون فيه، وماذا يعني الوصول إلى المصادر الجيدة، المياه والأخرى. هذا HLB هو يأتي في أمور الاستجابة للطوارئ، كيف تقوم، وهو مكان آمن لهم، وهناك تهديد، هناك استجابة إنسانية، ونطور هذه الآلية تكون آمنة وفيها أمان وسلام لكي يعيشوا فيها. HLB لديها مصدرها من طبعا من القانون الإنساني الدولي، هي ليست فقط عن القوانين، هي قوانين مهمة، ولكن هي ممارسات الأعراف والحقوق الكاملة لكي تحصل على سكن، وهي أيضا الملكية، كيف الناس يستخدمون الأرض، يستخدمونها للمنازل، الناس ممكن يكونوا مستجرين أو يكونوا يأتون إلى بعض المساكن غير رسمية. نتحدث الكثير عن الأمور، نحن نريد أن نقول عن هذه الأمور بشكل مختصر. شريحة عالية، لدينا هناك مفهومين سمعتم، الأمن في الجوع، ما هي عن العلاقة بين الأرض أو بيوتهم، وهو نظام الحيازة، كيف ستكون لديهم هذه المساكن، ما العلاقة بالنسبة للموجود، كيف يشعرون في هذه حول الأمور الحيازة، لأن لديهم الحقوق الناس ليتم حمايتهم من الهجوم عليهم أو مضايقتهم للحصول على المسكن. ويجب أن نركز يفكرون، نحن نعمل على العمل في النساء الحيازة وكيف يعمل بالنسبة لهن، سنتحدث عن ذلك في هذه. الكثير من عملنا هي من أمور البيئة العرفية وحقوق HLB.
وماذا نعني بهذا؟ عندما نتحدث عن الأعراف وهذا الأمور القانونية، هناك الكثير، هناك أنواع مختلفة، وكيف الوصول للناس إلى هذه الأرض؟ هناك إطار مختلفة، أو هناك بعض الأمور القانونية القضائية والقانونية. بعض الأحيان هناك سلطات تتنافس، هم يريدون تعود هذه الملكية لهم، وهناك أمور إطار قانوني قليل قد لا تكون مسجلة أيضا، ونراها 10% قد تكون مسجلة بشكل كامل. نفهم من يملك هذه العقار وهذه الأعراف، هذا يعطي إلى الإدارة الملكية تعود لها. بالنسبة نحن الحيازة، هناك أمور نظام قانوني، نسأل أسئلة جيدة صحيحة في هذا السياق والأمور الأخرى التي ممكن نعوى. والشريحة بالنسبة HLB نسأل عن هذه الأسئلة القانونية، من لديه الحق أو الوصول إليها لهذه الأراضي؟ هذا خاصة عندما ينخرط هذه الأمور. HLB يركزون على دعم هذا التنسيق، وهو مهم جداً التنسيق فيما يتعلق بالعلاقة. يجب أن نفكر من أطراف المعنيين المختلفين والاستجابة لهم بالنسبة للتحديات حول الملكية الأرض. هي ليس فقط قطاع ضيق، يجب أن نفكر طبعاً في السياق الإنساني، ونتحدث الذين يقدمون المأوى وإلى الإيداع، ونفكر إلى الأمن الغذاء والتعليم. وعندما نفكر مع زملائي، هل جعل الملكية ستكون متاحة وكيف سيحصلون عليها؟ هناك طرق مختلفة أن نفكر عليها حول الأرض. الشريحة التالية لو سمحتم. هذه فقط عرض بعض الأفكار متعددة. نرى 3 أشخاص في هذه الصورة يقولون لديهم الملكية، لديهم العقد، ولديهم النظام القانوني. بعضهم يقول هذه من أرض جدي، وهذه الأجيال التي استخدموها هذه الأرض ولديهم الحق في أن يستمروا فيها. وبعض الآخر يقول هنا بعض الحيوانات، هذا مسار للمياه وهذا يجب أن يكون فيه متاحة. هناك 3 ادعاءات مختلفة بين هؤلاء 3 أشخاص. يجب أن يكون مناقشات وحوارات في هذا الإطار القانوني، وسط السلطة التي تسمح أن تعمل بشكل أفضل في هذه الحالة. اليوم سنركز على الـHAS العقار والأرض في سياقات مختلفة. زملائي يعملون في أفغانستان، جنوب السودان، يوغندا، وهندوراس. أعطي إلى المتحدث الأول بن فلاور، وهو المسؤول في المسكن في أفغانستان في موال الأمم المتحدة، وأيضا في البيئة وبرنامج البيئة. نحن نريد أن نحذر حول الوقت، وقد انتهى الوقت بالنسبة لي. بن تفضل للعرض لكم، تفضل. شكرا جزيلا جيم. شكرا. تحدث عن HLB والبرنامج البيئة وبعض الدراسات في أفغانستان في التضغيط الرسمية. فقط هناك عرض بسيط، هناك بالنسبة للأمور البيئة الضعيفة، تحديد الاستثمار في المناطق النازلة القوية. هذا العرض هي للبرنامج البيئة سيكون طويل الأمد، والوصول إلى برنامج الموئل في أفغانستان، وخاصة للمشردين والأمراض. أنا أقترح أن المجتمع المحاط في أن يحصلون على الـHLB
الشهر التالي لو سمحت. العلاقة بين HLB وطبعا الضعف المناخي، هناك بعض المنازل واستثمار في المستوطنات والممارسات في العلاقة بين HLB. الاستثمار هي بسيطة، السلطات، مقدمي الخدمات والشركاء والأفراد هم يصنعون الاستثمار في الاستثمارات طويلة الأمد في ممتلكات أو ملكيات. لا يوجد صوت. بشكل دولي هذا البيئة غير الرسمية يقدم الأمن، يقدم المناخ وضعفه، وهي مقاطع موجودة في مناطق خطرة، وأيضا البنية التحتية للمساكن التي تقوم عليها، وهناك طبعا للمشردين الضعفاء، وهو موجود أيضا الحوكمة، نظام حوكمة، وخاصة في الحيازة. العلاقة بين HLB والضعف المناخي، نحن ندعم التدخل لنكون هناك الحيازة، موضوع الحيازة مهم. المية المناحي التي قدمناها، لا يوجد صوت. تقوية الأفراد لحقوق حقوقهم في السكن العقار والأرض، وخاصة في موضوع الحيازة، وهناك أيضا بعض الأمور القانونية التي وضعتها الدولة وتكون شوي صعبة. وخاصة لا يوجد صوت، وهم يضعون بعض الصعوبات على هذه المواضيع، وتقوية وتسجيل النظام هذا الأعراف وتأمين الأمن. ومن أيضا في أيجا المناطق البحر المحيط الآسيوي هناك بعض النتائج لتقوية المناخ. الشريحة التالية لو سمحتوا، هناك التخطيط والتطبيق، فهي بنى تحتية استثمارية قوية، وهو مؤشر كبير للساكنين. Hi, sorry. The audio is coming in and out a little bit. So I wondered if I maybe could turn off maybe the blurred background or maybe your video, just because we can't quite hear you as well. It's sort of coming in and out a little bit. Okay, I'll just stop the video. Yeah, okay, sure. Thanks, Ben. Is that better? Yeah, that does sound better. Yeah, thank you. Okay, so I'll just start from the second approach. نبدأ من المنحة الثاني على النشاطات الاجتماعية وتخطيط المجتمع وتطبيق هذا البنى التحتية وزيادة في الإخلاء هي الحيازة في هذه المناطق وتقليل هذا الضعف بوضع تحديث فقط. لا يوجد صوت. هناك بعض المنظمات أهلية بالنسبة للنتائج السكن العقار والقوى المناخية، هم يناقشون مع السلطات لحقوق السكن العقار والأرض للأشخاص للحصول على هذا الحيازة وتوطين الآخرين. وهناك أيضا أمثلة كثيرة في بالنسبة للمجتمع، زيادة قوة المناخ والكوارث والمجتمعات الهشة. هذا المنحة المجتمعي في أفغانستان. الشريحة التالية لو سمحتون، ده هو مشاركة هذه السكن العقار الأرض في أفغانستان. هناك دراسة تساعد في مشاركة تدخل الدولة الآمنة في المهددة في أيضا بالنسبة للأمور المناخية،
هي الجفاف والفيضانات وما إلى ذلك. هذا كانت تحصل في بعض الأمور عالميا، وهناك الآلاف من الناس الذين تأثروا والضعيفين، وخاصة في السكان المأهولة بالسكان بشكل كبير في المنازل. وهذا طبعا هناك إخلاءات، حوادث إخلاءات كثيرة بعض الأحيان. هناك نشاط زيادة الأمن في تلك المناطق، والدراسة تعتمد على هذه الدراسة أولوية والواجبات للمناخ وقوته. في أفغانستان وفي خاصة في المنطقة الجنوبية 2000 شخص موجودين هناك، شريحة التالية. كيف نحن نقيم هذه احتياجات البي في هذه المناخ الضعيف؟ تطبيق تقييم واسع في الأراضي، وضع الخرائط. وظننا أن السكان يواجهون مخاطر كثيرة بالجفاف في من الجهة المنطقة الغربية. الجفاف والفيضان هي من أكثر الأمور الحادة المتعلقة بالأمراض، وبعض طبعا هناك سبب الفيضان والتلوث. بالنسبة للأمن بالنسبة للحزة، هي جزء من تكون هذه مسجرة الأرض، وهذا غير الأمور الحياز غير الأمنة، أو تحتاج بعض الأمور بالنسبة لغير النظافة الشخصية والغسل، وخاصة الأمور الملوثة بسبب الفيضانات التي تسبب الأمراض الكثيرة. وهذا الأمور البنى التحتية تسبب هناك قلة من المياه، لا يوجد هناك الأمور الكافية في البنى التحتية، وانتشار الأمراض التي يقود إلى الموت. وهذه طبعا أمور أخرى تسبب أيضا الكثير من هذه الأمور للأشخاص الأكثر مستضعفين. طبعا المجتمع للاستجابة هي قليلا في الاستجابة. لازم دور المجتمع، المنظمات الأهلية، دعم السكان وأعطاء للناس الذين يحتاجون إلى المساعدة. الشريحة التالية. And just so you know, just a few more minutes. So, بضع دقائق فقط. Really done. Great. انتهيت. So yeah, so the نعم. HLB والإجابة. وخاصة في الاستجابة للمناخ لمعالجة وضع التقييم وحقوق الـ HLB، ووضع طبعا بنى تحتية قوية للسكان، وأيضا هذه النظام يعمل ونأمل أن ينجح. وهناك بعض الأمور الحدودية حول هذه الحزم، والتي صدقت من قبل السلطات المحلية لطبع حماية هذه شهادات الملكية، وأيضا للعمل الشركاء، وأيضا الحلول والاستراتيجيات استثمار في الأمور المناخية. لا يوجد صوت. والسلطات يصدقون على تلك الأمور وحقوق السكن العقار والأرض والسيطان، لطبعا تقليل أمور الإخلاء. السلطات في المجتمعات القوية الاستثمار نحن نتعرف على هذه الأعمال التي يقومون فيها، وأن تكون
دعم حقوق الـ HLB وأيضا هذا العمل من النقد الشريحة التالية لو سمحتم. وهذه من الأمور الناس المستفزين يستفيدون من هذا البرنامج. كما تريدين أيضا استفادات أخرى للأمور استقرار الأرض والمناء. أخيرا لقد حددنا الأدوات المناية ونتائج السكن العقار الأرض القوية لنحن نضمنها في برنامجنا. وهناك أيضا حزمة أدوات صغيرة التي سنشاركها في الأسابيع القليلة القادمة. شكرا بين، شكرا جزيلا. أعتقد النقطة هنا العرض سنضعها سوية وتكون متاحة. الجلسة تم تسجيلها وستتاح لكم على الرقم هنا. وأرى أريد هذه الأسئلة، أريد أن نسمع منكم. سنضعها في الأسئلة والأجوبة إذا كانت هناك أسئلة. شكرا جزيلا بين. والآن سأعود إلى جنوب السودان. وسنعرفكم مارغريت واسوك، وهي منسقة منطقة مسؤولية إنسانية في جنوب السودان، وكذلك رئيسة برنامج الحماية والوقائع المشترك في اتحاد الشؤون منطقة HDC الإنسانية والتنمية. تفضلي مارغريت. فقدنا ماجي، لذلك لا بأس لا بأس. هل إيفالين وجوردانا موجودتان؟ إن كانوا مستعدين يمكن أن ننتقل إلى أوغندا بدل جنوب السودان. إيفالين هل أنت جاهزة للعرض؟ نعم نعم جين أنا جاهزة. إذن معنا إيفالين أجامبو، وهي الأمم المتحدة في أوغندا، مساعد من إدارة البرامج، ومعها السيدة جوردانا وامبوغا وهي مسؤولة المشروع مع UCOBAC. لا أدري ما معنى هذا الاختصار. تفضلي إيفالين، عندك 15 دقيقة وسأخبرك عندما يقارب الوقت على الانتهاء. حسناً، شكراً مرة أخرى. وأنا إيفالين أجامبو، وأنا سأقوم بعرض مع زميلتي جوردانا نعل في المؤسسة المتعلقة بأوغندا لشؤون النساء والأطفال، وسيتحدث الموضوع عن معضلة تغير المناخ، وذلك بأن نضم تسجيل الأراضي والاستخدام الحكيم للأراضي الرطبة وتخطيطها كحلة أساسية في أوغندا. الشريحة التالية من فضلكم. حتى أعطيهم بعض الإحصائيات عن أوغندا، قد لا يعرفكم يعرف الجميع، نحن في أفريقيا حالياً عندنا 40 مليون نسمة، وإن نسبة نمو السكان هو 3% بالسنة، بحوالي 73% يعيشون في المناطق النائية، و 26.4% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية. يوغندا هي أحد الدول التي فيها الشعب أصغر سنًا في العالم، حوالي 78% دون سن 30. وإن المجتمع يعتمد كثيرًا على الزراعة التي تشكل 22.5% من الناتج الإجمالي المحلي. الشريحة التالية الآن. إضافة لذلك، فإن أوغندا عندها أنظمة الحيازة الأراضي العرفية، والتي هذا يعني بأن معظم الأراضي غير مسجلة، لأن أي وثائق رسمية سيكون فيها صعوبة للوصول إليها.
يوجد الكثير من عدم التكافؤ المنهجي، الكثير من النساء لا يمكنها القدرة للوصول ولا أو تحكم على الأرض، وهذا 3% فقط، أقل من 3% من الأراضي المسجلة تملكها النساء. عندنا عدد كبير من النزاعات حول الأرض والإخلاءات المطردة من الأرض، وكذلك إن تطبيق الإصلاحات التشريعية والقانونية كانت بطيئة للغاية، أو هذا إن كانت موجودة أصلا. الشريحة التالية. أريد أن أعطيكم خلفية عما هي حيازة الأرض العرقية. في أوغندا عندنا 4 أنواع. إذن بعضها هي بأننا نستلم الأراضي بشكل عرفي أو بشكل قانوني. الامتلاك الأرض العرفي هو يشكل 80%. كما أنه يوغندا تحاول أن يكون هناك ضمن القانون اعتراف بحيازة الأرض العرفية، وبذلك يمكن أن نعطي أصحاب الأراضي العرفية ما يسمى بشهادة الملكية العرفية. بعض هذه القوانين فيها السياسة، بعد هذه القوانين هي مثل قانون الأرض أو الدستور يوغندا لعام 1995، أو مثلاً تشريعات الأرض لعام 2004، وكذلك سياسة الأرض الوطنية لعام 2013. إذن في كثير من الثقافات المختلفة، وكل ثقافة عندها ممارساتها عاداتها المختلفة، ولذلك فإن امتلاك الأرض يختلف حسب المنطقة من الدولة التي تقع فيها. ولكن بالرغم من وجود كل السياسات المختلفة، ورغم من وجود حيازة الأرض العرفية، فزال هناك أحياناً عدم وجود وثائق رسمية. الشريحة التالية الآن. إذن في GLTN هي الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي، وكذلك في مؤلة الأمم المتحدة كان عندنا أحد المشاريع، كان عندنا العديد من المشاريع متعلقة بملكية الأراضي العرفية، ولكن هنا أردنا أن ننظر إلى أحد الأمور فقط، وهي عبارة عن توسيع الأراضي، وهو مشروع كبير تساعدنا فيه أحد هولندا، ويوغندا هي أحد الدول التي تشارك في هذا المشروع. هدف الرئيس المشروع هو أن نستفيد من الخبرات السابقة بالمشاريع السابقة قمنا بتطبيقها، وأردنا أن نشارك في التزامنا بوجود هيكلية حتى نعطي حيازة آمنة، وأن تكون هذه الحيازة ممكنة للشباب والنساء والرجال. ولذلك كان علينا أن ننظر إلى الأغراض الثلاثة، والتي هي أن يكون عندنا حيازة تحسين الأمن الحيازي للرجال والنساء والشباب، كذلك أن يكون عندنا تخطيط لاستخدام الأراضي المستدامة بتكون ذكية مناخيا وشاملة أيضا، وكذلك توسيع تحسين قدرات ورفع الوعي عن تسجيل الأراضي العرفية في بلدنا. والآن إننا نبقى هذا المشروع في أوغندا في 4 مواقع ترونها في الخريطة، في الغرب في منطقة جبل ألغون، وكذلك في غرب النيل وسهول كيوغا، ولكن نقوم بذلك بشكل تدريجي حيث نقوم بذلك عبر سنة ونصف، ونحاول خلال هذه المرحلة أن ننظر إلى إجراءات الممارسات الاعتيادية، وأن يكون هناك نقوم إذن في البداية في منطقتين اللي هي ألغون وكيوغا، وبعد ذلك سننتقل إلى المنطقتين الآخرتين. الشريحة التالية الآن. حتى أعطيكم تسلطوا على بعض الإنجازات الأساسية التي حصلنا عليها من هذا المشروع. عندنا تخطيطاً ممنهجاً، وكذلك التحكيم، وكذلك تسجيل حقوق الأرض العرفية في كبالي، وكذلك بوتيجا التي هي في السهول، وأكثر من 13,000 طرداً قد تم وضع خريطات، وهي تمثل
حوالي 14,000 مستفيد، 8,000 منهم هم ذكور و 6,500 نساء، وهذه هذا تناسب جيد حقيقة. وكذلك عندنا الشباب أيضا، ويوجد أكثر من 4,000 شهادة للحيازة والملكية العرفية التي تم إصدارها والتي أعطيناها لأصحاب الأراضي العرفية، وحوالي أكثر من 8,000 شهادة سيتم إصدارها بعد. كما أننا قمنا أيضا باستخدام الحلول البديلة للنزاعات، وكانت أداة فعالة فعلا في حل النزاعات التي كانت توجد قبل رسم الخرائط هذه، وخاصة عندما كان هناك خلافا على الحدود ما بين الأراضي. وكانت هذه النزاعات بين عائلات مختلفة أو حتى ضمن العائلة الواحدة، ولذلك استخدمنا الحلول البديلة للنزاعات هذه، وتمكننا من أن نحل 92 نزاعا من 118 نزاعا، وهذا أيضا عدد جيد للغاية. الشريحة التالية الآن. الشيء الآخر هو أننا كان علينا أن نحسن الوعي والقدرة، وذلك عن طريق تدريب الشبكة، تدريب في الأدوات الأرض المتعلقة بالشبكة، واستخدام كل الأمور الإدارية، حيث أنه تعلم ما هي التدابير المتبعة في تسجيل الأراضي العرفية، ودربناهم ما هي الأدوات المختلفة لتسجيل الأراضي، كما أننا تمكننا من خلق أدوات جديدة قد تكون مفيدة برأيه وملائمة أيضا في تسجيل الأراضي، وبعد ذلك نقوم بتفصيلها للمشروع، ودربناه بمثلا جمع البيانات في الميدان، وكذلك بإدارة الأراضي المدامة، وكذلك بالحلول البديلة للنزاعات، تدربوا فيها كلها. إذن والآن عندما نأتي إلى موضوع المناخ الذكي، كذلك تخطيط الاستخدام الشامل للأراضي، زميلتي جوردانا ستتحدث عن هذا الموضوع، حيث أنها ستتحدث في منطقة اسمها بوتاليجا. ونحن نحاول أن نشجع الأشخاص لتخطيط استخدام الأراضي، ونحاول استخدام الأراضي الأدوات المتعلقة بهذا، وهي أدوات الشبكة العالمية لوسع استغلال الأراضي. وعندما نقوم بتخطيط الأراضي هذه، فإن التخطيط سيفيد تماما عندما نحاول بالقيام بتسجيل الأراضي العرفية. وبذلك عندما نقوم بالتخطيط، فإن الأشخاص المحليين لا يكونوا يعرفون إلى أين عليهم أن يذهبوا، لذلك نريهم هذا هو المنطقة الوقائية، ولكنكم أن تتجاوزوا هذه المنطقة الفاصلة. بعضهم يقولون بأننا نحن نستخدم هذه المنطقة ولكن لا يمكن أن تبقاها، لأنها تكون مساحات عامة. كما أننا نعمل مع المجتمعات حتى نقوم بتطوير الخطة الفعلية للتطوير، ما الذي يودون أن يدونهم في مجتمعاتهم بعد مثلاً 5 أو 10 سنوات، مثلاً الخطط التي يتم منطقة اسمها كتمبا، مقاطعة كتمبا، نسألهم ما الذي تودون أن ترونه، ونساعدهم في وضع الخطة سوية أو يحسنوها حتى. كما أننا نتشارك معهم بكل هذه الأمور أصحاب المصلحة، سواء كان ذلك من المحكمة إلى الشخص الفردي في المحلي. وكما ترون في الصورة هنا، أتوا الخاص وأعطونا آراءهم، وهذه أفضل طريقة، وأريناهم بأننا هذا ما سنقوم بالطريقة التي يرغبونها. وكان عند أي بدائل فنستمع إليهم ونحاول أن نضعها ضمن المخطط، وهذا نكون قادرين أن نكون متفاعلين ما بين أنظمة الحكومة، وكذلك وبعد ذلك بعد حصولنا على موافقة من الحكومة، الحكومة ساعدتنا وقمنا بورشة عمل حتى نرى كيف يمكن تطبيق هذه الخطة. اسمحوا لي بأن أتوقف هنا، وجوردانا الآن الدور.
تفضلي. Okay. So I want to take you through the second presentation. أريد أن أتحدث عن الجزء الثامن العرض له علاقة بإدارة تخطيط إدارة الأراضي الرطبة. هذه المبادرة كانت في منطقة بوتاليجا، لأن 40% من الأراضي هي أراضي رقي وجافة. في هذه المنطقة أدركنا بأن المنطقة هي منطقة معظمها أراضي عرفية. وبعض النشاطات اللي قمنا بها كانت أعتذر الصوت ينقطع. أحد الأساتذة في الجامعة قالوا بأننا قالوا أقاموا بحث ووجدوا بأن معظم الحقوق الأرضية والوثائق المتعلقة هي عن طريق اتفاقيات أراضي. ففي منطقة بوتاليجا اختفى الصوت، فإن الكثير كما قلت 40% من الأراضي أراضي رطبة في المنطقة، والحياة كسب المعيشة للمجتمعات الموجودة هي متعلقة بالموارد، حيث يستخدمون الأراضي الرطبة، حيث مثلا يقومون بالزراعة أو رعي المواشي وكذلك صيد الأسماك. هي أحد البدائل التي يعيش من خلالها المجتمعات. The other thing is that women hold secondary rights. اختفى الصوت. أعتذر، اختفى الصوت. Mostly because of own land. Can you hear me? On my screen, I feel like everybody has frozen. النساء، معظم النساء لا تملك الأراضي. إن الصوت يأتي ويعود. Okay, is that better? Yeah, we hear you. It just sometimes goes a little. But yeah. Keep going, Jordana. Okay. استمري جانا. حسنا، بشكل أساسي فإن النساء عندها حقوق ثانوية، وذلك لأن الرجال هم الذين يمتلكون، وبذلك النساء لا تمتلك أو تستخدم الأراضي إلا عن طريق قدرة الوصول إليها من قبل عن طريق الرجال أزواجهم مثلا أو أبائهم، وبهذه الطريقة يمكننا من حرث الأرض أو زراعتها. لكن معظم الأعمال الصعبة مثل الحصد الطعام يقوم بالرجال، وهم الذين يقومون بالمفاوضات في البيع هذه المحاصيل، وهم الرجال يعني الذين يأخذون هذه الأعمال. جوردان أمامك إلا دقيقتين، لذلك إن أردت أن تسرعي قليلا تفضلي. Sorry, I didn't get that. Just another 2 minutes. Bring it to the conclusions. That would be great. Thank you. Yes, but the person controlling the presentation is not moving the slide. Okay. Anyway, this initiative. هذه المبادرة يتم التشريع لها عن طريق إطار عمل، مثلا عن وجود قوانين واتفاقيات متعلقة بالأراضي الرطبة، وكذلك التشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي، وكذلك يوجد أيضا إن وزارة الماء والبيئة، وكذلك السلطة الوطنية لإدارة البيئة، حيث أن وكذلك وجود التصاريح لاستخدام الموارد المناطق الرطبة. لماذا نبدأ بتلك المبادرة؟ كما ذكرت مسبقا، فإنه يوجد الكثير من الأشخاص هناك، ولذلك لا بديل لهم غير استخدام هذه الأراضي الرطبة. وعبر ذلك من خلالها فيوجد فيضانات، وكذلك يوجد هناك فقدان للتنوع الحيوي وتجفاف الأراضي الرطبة. ولذلك بسبب زيادة استخدام الموارد هناك يوجد نزاعات في هذه الأراضي الرطبة. من خلال GTN العالمي لاستغلال الأراضي كان هناك نهج والذي قمنا باستخدامه وتوسيعه
من وزارة البيئة والماء، وهي عبارة عن تخطيط لإدارة المجتمع، وبعد ذلك يمكنهم استخدام المناطق الرطبة بطريقة جيدة. لن أدخل بالتفاصيل للوقت داهم، ولكن هي الوائد هذا النجاح المجتمع. هنا يعزز المعرفة المحلية للأنظمة الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وهي تخرج وتشارك فيها المجتمع، causes a sense of ownership and stewardship. أنها بذلك يشعلون بأنهم عندهم وصاية على هذه الأرواح الملكية لهذه الأراضي الرطبة، وبذلك يكون هناك مشاركة من المجتمع وخاصة في التسجيل في سجل الأراضي. كما أنها تعزز المؤسسات المحلية والمنظمات المتعلقة بإدارة الأراضي الرطبة والأراضي، كما أنها ترفع الوعي ضمن المجتمعات في الأراضي الرطبة عن قيمة وأهمية الأراضي الرطبة. هذا كانت مداخلة جيدة، أنها تقوم في القرارات، وبذلك يتأكدون من أن استراتيجيات الإدارة هي موجودة وضمن الحلول، وبذلك تكون أفكار من قبل المجتمع. ما هي نتائج هذه والآثار التي وجهها إلى الآن؟ تمكننا من أن نضع خطط لإدارة الإدارة المجتمعية لأراضي الرطبة في مناطق مختلفة، كما كان هناك استخدام مستدام للموارد، وكذلك تمكين للمجتمعات وتعزيز التعاون والشراكات وتخفيف النزاعات وتحسين قدرة الوصول وحقوق المستخدم في الأراضي الرطبة. ما هي التحديات؟ طبعا دائما تكون هناك مشاكل سياسية وتدخلات من قادة المجتمع، لأنه غالبا ندرك بأن بعض هؤلاء القادة لا يعرفون بعض هذه المداخلات، ولكن لأنهم انقطع الصوت، وأيضا يوجد ظروف تنبؤية من ناحية المناخ، وكذلك أيضا المجتمع الذكوري الذي يكون فيه تمييزا ثقافيا ومعتقدات ثقافية فيها تمييزية. ولكن ما هي الخطط ماذا تتعلق إن عاوننا المؤسسات الحكومية وكذلك وقسم الموارد الطبيعية في المنطقة هي فعالة تماما، وبذلك نتمكن من استخدام هذه الفوائد، وكذلك يتم تشكيل لجان للتخطيط مجتمعية لتخطيط الأراضي الرطبة، وكذلك لجان الإدارة وهي دورا مهما، وكذلك مشاركة قيادة السياسية المحلية لأنها أساسية، لأنها نحتاج منهم حتى نحقق أي مداخلات نضعها. لكن أيضا ندرك بأنه يجب أن يكون هناك إدراكا مستمرا حتى نغير طريقة التفكير، لأن الأشخاص يجب أن يعرفون بأن هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت، ولذلك رفع هذه يغلق الكثير من الوقت لتغيير طريقة تفكير المجتمع. كما أننا تعلمنا أنه عن طريق تنظيم تبادل المعرفة بين مستخدمي الأراضي الرطبة هي متماعا، ونرى بأن ذلك نهجا مهما. وفي النهاية ما هي التوصيات؟ نوصي بأنه يحتاج للحكومة لأن تدمج بعض هذه المبادرات حتى تبقي الزخم ماشيا، وكذلك حاجة تغيير التفكير، وكذلك أن يكون هناك بناء القدرات للقادة المحليين، وكذلك في مواضيع الأمور المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وخاصة كما قلت لأنه حاجة لذلك كثيرا في المنطقة. وكذلك أن نستخدم إدارة شاملة ومتكاملة لطرق كسب المعيشة البديلة، وبذلك نخفف الضغط على الأراضي الرطبة، بالإضافة أن نضغط على الحكومة حتى يكون هناك تأسيسا لبرنامج الرد، وبذلك يمكن أن ندعم المزارعين كما هو مشروع فعلا برنامج دعوه للري، وفي النهاية بأن نشارك المعرفة. حتى انقطع الصوت. Okay. Thanks. حسناً. شكراً. شكراً لك. شكراً كثيراً لهذا العرض.
شكرا لاستماعك برغم أن الصوت قد انقطع. أقدر ذلك وأشكرك كثيرا جوردانا. أظن بأن كلا العرضين أفغانستان ويوغندا من خلالها نرى ما هي الرواتب ما بين النزوح البشري وكذلك كيف يمكن أن ترتبط بأمور السكن وكيف يجب أنه من المهم أن نجد حلولا حتى يكون هناك قدرة للوصول للأراضي والسكن الآمنين. أشكرك كثيرا. الآن ننتقل إلى هندوراس وأنا سعيد تماما بأن أعرفكم بيوحانا وهو المسؤول عن هذا الموضوع في هندوراس. هو سيتحدث معنا في الإسبانية لذلك إن أردتم أن تستخدموا الترجمة فرجاء أن تقوموا بذلك. اضغطوا على الترجمة وانظروا إلى الترجمة واسمعوا ما هي الترجمة التي تودون الاستماع إليها. شكرا. تفضلي. شكرا كثيرا. سأتحدث باللغة الإسبانية وإن كان عندكم أي أسئلة رجاء أن تضعوها في علبة الدردشة. والآن سأنتقل إلى اللغة الإسبانية. رجاء أن تستمعوا إلى الترجمة. هل المترجمين جاهزين؟ نعم المترجم جاهز. شكرا. تفضل جوانا. صباح الخير للجميع. سأتحدث معكم بإيجاز في هذا القسم عن عنصرين. من المهم أن تفهموا جيدا الفرق ما بين العنف والنزوح القسري في هندوراس. لذلك إن الإسكان وحماية الأراضي كاستراتيجية لمنع النزاعات ولدعم الحلول للنزوح القسري في هندوراس. بإيجاز أود أن أذكر الشريحة التالية من فضلك. إذن بالنسبة لسياقنا فهو موصوف بأنه يوجد فيه عنف منتشر كثيرا و يوجد نسب عالية تماما من الجرائم القتل وكل يوم تقتل امرأة وهذه الجرائم تكون بسبب العنف وكذلك الجرائم المنظمة وكذلك تجارة المخدرات والنزوح الموجود في المناطق الحضرية والنائية. وهذا يعني أن هندوراس هي ثامن دولة في العالم فيها أكبر عدد من طالبي اللجوء وعلى الأقل 2.7 من الشعب قد تأثر بالنزوح. أكثر من 50,000 عائلة تفهمون بعض من السياق. في 2022 و2023 الكثير من 23 مدافع البيئي قد قتلوا في السنة الماضية وهذا يعني بأن هندوراس من أكثر الدول خطورة من ناحية الدفاع عن الأرض والإقليم. وأيضا كلامي قد تنتشر بأن الليبي زيادة تعقيد بالنسبة للعقارات بسبب عدم وجود إنتاجية للأراضي الزراعية أو عدم وجود حيازة جيدة من سيزيد العنف. ولكن أحد الأمور الأخرى التي نراها بأنه فقط 32% من السكان تمكنوا من إبقاء منازلهم بعد أن قاموا بالنزوح. الشريحة التالية الآن من فضلكم. أكثر تطابق فإن الدفع الأساسي النزوح القسري في هندوراس الابتزاز مع عدم العنف الجندري وكذلك الابتزاز وكذلك التجنيد الأساسي وكذلك العنف السياسي وكذلك عدم وجود حيازة للأراضي أو البيوت أو العقارات والممتلكات. إن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان استنتجت أن
يوجد معقدا كبيرا في الدولة الاجتماعية وله علاقة بالأقاليم والأراضي، والتي أدت إلى أن يكون هناك عنفا كبيرا. والشريط التالي إن عدم امتلاك الأراضي والبيوت هو أحد الأسباب الكبيرة للنزوح، مجموعة المنظمات والسياسة الإقليم، أسباب اقتصادية وأقتصادية، وذلك تأخذ وتصادر المنازل ولا يكون هناك أي حدود، وبيمكن انتقال أخرى، وهذه طريقة أخرى لاستلام أموال للامتزاز، وكذلك للتجارة بالمخدرات واستغلال الموارد الطبيعية بشكل سيء في المنطقة. إذن عدم امتلاك الأرض والمنازل هي نتيجة للتهديدات والتحرش والتهديد والنزاعات الإقليمية إلى آخره، بالإضافة إلى أنه يوجد تطوير مشاريع ضخمة من أجل السياحة. تمام. كما لاحظنا وتمكنا من تحديد أن أكثر الأشخاص تحديداً معرضاً للخطر هو الشباب والنساء وكذلك المدافعين عن الأراضي والأقاليم. الشريحة التالية. الشريحة التالية لو سمحتم. هذا أريد أن أريكم معكم هذا سياق المؤسسات، لأن العديد من التسجيلات ونظام التسجيلات مختلفة في الدولة، ولدينا التسجيل، مؤسسة التسجيل هي في البلدية، وهي طبعا هي مؤسسة وطنية. 29% من التسجيل حيث 29، هذا مهم جدا في الدولة، يعملون المهمشين خاصة في البيئة الهشة والضعيفة والمخاطرين في التشريد. هناك قلة في الحيازة على الأرض والنزاع حول الأرض. الشريحة التالية. خاصة ماذا يعني المجتمع المشردين؟ هناك العديد من المجتمعات هي طبعا مسيطرة من قبل العصابات، من والذين يأتون من المناطق الأصلية. هناك آليات، هناك عنف، هناك أخطاء في المعلومات وحول حقوق الحيازة. الشريحة التالية لو سمحتم. نفهم كل هذا السياقات، الجريمة المنظمة وأيضا الحكومة التي تريد أن تضع القوانين حول الحيازة. نريد أن نشارك معكم لنساعد وتقديم استجابات للحماية النازل الخطر في تلك المناطق، لتقديم الاستجابة للأشخاص الذين هم في أمور مستضعف. الشريحة التالية. وهنا ما نريد أن نركز، هذا هو ما نحن طورنا الاستراتيجية، خمسة هناك عوامل تحدث كلها تم تطويرها بنفس الوقت، هذه المجموعة والوضع والحيازة على الإخلاء والتخلي. من هناك الجمعية للجمعية لهذه المؤسسة، وعملنا على المنازل والأرض في هندوراس، هذا عامل مهم في إطار التسجيل القانوني في هذا العامل التسجيلي المهم. ووضعنا تقرير منتج يتحدث عن علاقة بين هذه الحيازات والتشرد
وفرض التشرد والتركيز على المناطق. ضمننا هذا في التقرير حول التشريد والحزه التي هي هي سبب التشريد قله الامان. والخدمه التي نضع كل سنه في الاحصاءات الوطنيه ودعم من البنك الدولي. لدينا وضع واضح للاشخاص المشردين لتوليد وتقديم السياسات لحل هذه المشاكل. العامل الثاني نتحس على قوية الأساسات، وهذه طبعاً المؤسسات الأولى والسيطرة المنظمة. هذه نريد تعاون مع هي المؤسسات الأراضية والتسجيل والتسجيل في هندوراس، حيث الأمور التكنولوجية آليات التكنولوجيا هذه أدوات تسمع هي المرجعيات. نحتاج بالنسبة للمناطق وضعنا نحن مرجعيات في تلك المناطق ويمكن الوصول إليها لجعل هناك بعض الصور من ملتقطة من الأقمار الصناعية. أين هذه المنطقة؟ ونضع بعض التقييم على الأرض. نعمل مع طبعاً الأمين العام لحقوق الإنسان. هناك دقيقتين لقد تبقى لو سمحت. هنا تحديد من خلال اللجان القيادية المشردين وفيما بعد عوامل المناطق يجب أن تأتي في المنطقة المحادية ووضع القوانين حول المشردين وحماية تلك المناطق. نحن في هذا الوضع الآن. وضعنا نحن هذا السلم المؤسسة للتقييم للتخلي عن العنف والتشرد. الشريحة التالية يا سمحت. هذه استراتيجية متعلقة بالدولة، المجتمع وكل المنظمات التي نعمل معها وعملنا معها في المؤسسات الدولية. وبسبب مشاكل البنى التحتية بالنسبة لحماية الأفراد نتطلب المشاركة بكل المنظمات واللاعبين المعنيين لتحسين الحلول في تسجيل هذا. بعد هذا جزء من الاستراتيجية لحلول مستدامة. الشريحة التالية. حسناً. والخطوات المقبلية. لقد نجحنا في هذا العمل هنا الأساسي الحماية القانونية والإنسانية تتعلق الملكية التي تختار المنزل وتعطينا شخص طرف الثالث وتكلمنا في هذه الشريحة التالية لو سمحتم. العمل تنفيذ القانون نحن حشدنا وفقرات بالنسبة للممتلكات التي تم إخلائها وأن نأخذها بشكل مهني. الخدمات التي تقدمها المؤسسات
الدفعات وأيضا الوصول للنصيحة القانونية. طبعا هذا يجب نحن أن نطور هذه الآلية والتركيز بدنا عليه. لدينا الأدوات هي إدارية وقانونية، وفي هذا السياق لقد تم الابتعاد عنه بسبب الاقتطاع والعم الحاصل في الدولة. سنشارك بعض هذه الوثائق لهذه الإجراءات إذا ما أردتم بعض المعلومات. نحن مستعدون لذلك. شكرا لكم جزيلا. شكرا جهادة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أقول هنا في الدردشة ترون بعض المصادر لقد تم مشاركتها. الرجاء أن تبقوا تسألوا أسئلتكم والأسئلة، وسنأتي إلى ذلك قريبا. أقدم مارغريت التي مستضافة من هي الـ NRC المساعدة في التنسيق في جنوب السودان، مجلس النرويجي اللاجئين وفي جنوب السودان. تفضلي الكلمة لك. شكرا، شكرا جيم للفرصة، وشكرا جميعا لكم. أعتذر بعض الأمور الفنية، ولكن نحن الآن حللناها. أقدم جيما كما قال السكة العقل وأرض المنسق في جنوب السودان. لدينا هنا قيادة حيث لدينا HDC الذي ينسقون في السكة العقل والأرض وتنفيذها في جنوب السودان. الصريحة التالية لو سمحتم. أقول لكم بشكل مختصر تاريخ حول السودان. لقد هي معروفة بالنزاع طويل فيها نزاع. هناك بعض المشاكل التي حصلت في جنوب السودان. لدينا بعض الأمور طبيعية مشتركة في الحماية. لدينا الأمور العرفية، النظام العرفي والإطار القانوني الذي وضعه القياديين في المجتمع القانوني وضعوا هذا لسكن العقار والأرض، ولديهم له العيادة القانونية تحت القانون في تحويل هذه الدولة. هذه بعض القوانين التي تحكم تنفيذ السكن والعقار والأرض، هذه القوانين في جنوب السودان. التصنيف هذه الأمور، لدينا أرض عامة وخاصة ومجتمعية. العامة هي تملك من قبل الحكومة، والخاصة هي من الأفراد، والمجتمعية من قبل مملوكة من قبل المجتمع وتستخدم من قبل المجتمع. في جنوب السودان القانون للوصول واستخدام كل هذه الأراضي متاحة. هذه الأمور العرفية تم ترجمتها، ولكن لقد تم فرضها من قبل النظام الرسمي، وهو النظام الرسمي. القوانين العرفية والوصول إلى الأراضي تختلف من مجتمع إلى مجتمع. هذه المؤسسة نحن نعترف تحت السلطة المحلية، وترى السلطة المحلية في جنوب السودان والقيادة المجتمعية فيما يتعلق بالأرض اللي معترف فيها في الوصول لاستخدام المجتمع وانعكاسه في الأرض في جنوب السودان. السلطات لقد حددوا الأراضي، الأمور الأراضي والمراعي، ولكن هي تحت التشاور مع المجتمع. هذا أمور السلطات كيف وضع الوصاية لنتأكد أن المجتمع لكي ينفذ أي ممارسة أو أي استخدام تلك الأرض. كما ترون هنا في العرض، ترون أن هناك بعض الأمور هي الأمور تصنيفية ذكورية،
بعض هم من يستفيدون أكثر من غيرهم. هذا يأتوا إلى هذه القرية ويستخدمون أن يضعوا قرارات، وهي من هي أرض المنطقة، وكل منطقة يمكن حل تلك المشاكل حول سكن العقار والأرض. الشريحة الثانية هاي ما يتعلق ازدواجية المؤسسة لحول سكن العقار والأرض. لقد ذكرنا لدينا هذا الأمور القانونية والعرفية، النظام القانوني موجود، وأيضا وزارة السكن هي تقوم بالمسؤولية عن السكن، هي مناطة بالدولة ووزارة السكن هي تقوم بوضع التشريعات في جنوب السودان حول السكن العقار والأرض، وهي توجه وتعطي نصائح إلى المؤسستين حول الأرض، وأيضا لدينا الدولة وهي من الأراضي للدولة، وأيضا لجنة الأراضي المحلية. هذه ثلاثة المكاتب هي موجودة بالنسبة للسكن العقار والأرض والمؤسسات. بالنسبة للأمور العرفية لدينا أيضا الأراضي، قانون الأراضي على مستوى المنطقة، وهي أقل من البلدية، ويكون وبعد ذلك عندنا الزعماء القبائل والذين يكونوا موجودين في القرى ويحاولون حل المشاكل المتعلقة بالملكية العقارات على المستوى الواقع الأرض. أود أن أذكر أن القانون يعترف بكلا النوعين والنظامين، والقانون فيه ولاية لأن يحل المشاكل الأراضي في جنوب السودان. بعد ذلك عندنا قدرة الوصول إلى الأراضي والعقارات HLP، أحدها هي بأن يكون هناك حل للأرض في المجتمع الذي يشتق من أن يكون هناك مثلاً عرق من أجدادك، أي بالوراثة. ثانياً بإهداء، يمكن للمجتمع أن يعطي هدية للشخص إن كان هذا الفرد مستعد بأن يأتي وينمي ويطور منطقة، تأتي الأرض كهدية، ويمكن أن يسمحوا لشخص ليس من هناك أن يتم دمجهم في. كما يوجد لدينا المنحة، عندنا الكثير من الأشخاص النازحين داخلا في جنوب السودان، يجب بأن الحكومات تفاوض مع قادة المجتمعات حتى يتمكنوا من إعطاء أرض للنازحين حتى يتمكنون من الاستقرار، وبعد استقرارهم يعطوهم مهلة معددة، وبعد ذلك إما يعودون إلى مكان أصلهم أو ينتقلوا إلى أماكن أخرى. وفي النهاية هناك أيضا الصفقات مثل الشراء، حيث يمكن للمجتمع أن يسمح للخاص يشتروا أو ينقلوا الأرض من شخص إلى آخر. الشريحة التالية الآن. إذن الأنظمة العرفية وكذلك الإسكان والأراضي والممتلكات في جنوب السودان، معظمها هذه الطرق العرفية، إما عن طريق الكلام ويمكن أن يترجم حسب حكماء القبيلة. تجدون غالبية هذه الأنظمة العرفية لا توجد قوانين مكتوبة بشأنها، كل مجتمع وكل قبيلة له طريقة مختلفة لنقل الأراضي، وبعد ذلك الصيام على هذه الأعراف سيكونون هم قادة المجتمع، وهم الذين سيكونوا عادة عندهم القوة والسلطة على المجتمع، وغالبا يستخدمون معرفتهم حتى يعطوا حماية معينة، وهذه تعطى وفقا لما هو علاقة الشخص بالقبيلة. ثم عندنا أمور الجندرية، نوع الاجتماع، هذا أساس عندنا، لأن نجد في جنوب السودان بأن النساء
لاحق لهن لهن حسب الأعراف بأن يمتلكون الأرض، ولكن القانون وخاصة في الدستور الانتقالي يقول بأن للمرأة الحق بأن تحصل وتمتلك الأراضي. إذن هذا الفارق ما بين النوع الاجتماعي يعطي ناحية مختلفة، وجعله صعبا للنساء أن تصل للأراضي، لأنه إما عليك أن ترثي الأرض، وإذا كنت متزوجة فلا يسمح لك بأن تمتلك الأرض لأنك أنت يمتلك شخص آخر. وإلى الآن يجب أن يكون هناك استثمار في هذه النقطة، يجب أن يكون هناك تدريبا أكثر في الـ HLP. ولكن إن هذا الانحياز للنوع الاجتماعي ما زال موجودا في بعض المناطق، وهذا يقيد من الاستمتاع للحريات للمرأة. ثم كما عندنا مشكلة، يجب أن يكون هناك قدرة وصول أكثر للعدالة. الكثير من العدالة الرسمية وهيكلياتها قد تم تحطيمها ولا توجد فيها موارد كاملة، أو أن غير تعمل بشكل جيد، وإن الوصول إلى العدالة بشكل غير رسمي صعب بالنسبة لسياقات النزوح. لذلك قدرة الوصول للعدالة هو شيء نحن نضغط عليه، خاصة في منظمتنا في جنوب السودان، لأن القانون يمكن أن يحل معظم هذه المشاكل. بالإضافة إلى ذلك نحاول أن ندعم الملكية المحلية، وبذلك يكون هناك قبولا أكثر للقرارات من قبل المجتمعات، وكذلك يكون هناك فرص أكثر للفاعلين في مجال إسكان الأراضي والممتلكات HLP للتأثير على الممارسات العرفية لدعم حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات عن طريق رفع الوعي، وبذلك يعرف الأشخاص ما حقوقهم في هذه الناحية. أما الشريحة التالية الآن، نقوم أيضا بدعم، نطلب الأشخاص وندعمهم للوصول إلى الأراضي، خاصة من المجتمعات النازحة، عن طريق التفاوض مع الحكومة والمجتمعات أيضا. ولكن في بعض المناطق نجد بأن ذلك مع أن قدرة الوصول إلى الأراضي، لكن النزوح للمجتمعات أدت إلى مثل استيطان ثانوي، حيث لا يتم أخذ اتباع الحرص الواجب. وبذلك نجد أنه يوجد عندنا مشكلتين من ناحية النزوح. عندما أتوا إلى جوبا مثلا، فإن الحكومة قد فاوضت مع المجتمع والمجتمع عرضت الأرض، ولكن عندما حان لهم الوقت لأن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية رفضوا وذهبوا إلى أراضي أخرى في مجتمعات أخرى. كما عندنا مشكلة الأراضي المحفوظة لأصحاب الأراضي الغائبين. بالنسبة للأراضي العرفية، إذا ذهبت أنت وتركت المنطقة من 10 إلى 20 سنة لأنك لاجئ، فإن المجتمع ما زال يعرف أن هذه الأرض لشخص أو العائلة، وبذلك يحاولون حمايتها دائما، متوقعين بأن إما الصاحب الأصلي أو أولاده ورثته يأتون ويأخذون تلك الأرض. نقطة أخرى هي العمل كحماية في المناطق النائية لما سحب وسرقة الأراضي أو طرد الأشخاص منها. في المناطق النائية من الصعب للأشخاص أن يسرقوا الأراضي أو تم إخلاءهم، ولأنهم يعرفون أصلاً بأن هذه المنطقة المحددة مثلاً هي لتلك العائلة أو غيرها. لذلك يوجد نوع من الحماية. أما في المناطق الحضرية فإن الدعم اختراق حقوق خرق حقوق السكان إسكان الأراضي والممتلكات، وكذا عن طريق أسب الأراضي أو الإجلاء أو عن توزيع وتخصيص الأراضي بشكل غير القانوني، فهذا فيه الكثير من القوة بسبب القانون مبهم بهذا الموضوع. الكثير مستعدين لأن يعطوا الحكومة مستعدة أن تعطي الأراضي لبعض الأشخاص بدون أن تعود إلى المجتمع، ولكن ميزة الأعراف بأن كل أرض التي ستخصص لشخص آخر فإن المجتمع يكون مشاركاً وعلى علم بذلك الموضوع. أما الشريحة التالية، مارغريت، بقي بضع دقائق فقط، فهل تودين أن تخمي؟
حسناً، شكراً جيم. إذن ما هي العواقب لهذا النظام القانوني الازدواج في جنوب السودان؟ المجتمعات المضيفة لا تود أن يكون هناك دمجاً محلياً من النازحين، وخاصة إن كانوا يفضلون أن الأشخاص الذين ليسوا من منطقتهم يودون أن يذهبون إلى منطقة أخرى أو يعودون إلى مناطق أصلهم. كما أن المجتمعات المستضيفة لا تود أن أو تقوم بتقييد توزيع الأراضي للأشخاص الخارجين، وهذا يؤثر. إضافة فإن زعماء القبائل هم الوحيدين الموزعين للأراضي، وهذا يسبب الكثير من التوتر في المجتمع. أما الشريحة التالية، إذن تمكين، الآن سنتحدث بالتفصيل عن دور الفاعلين في الإسكان والأراضي والممتلكات في جنوب السودان. ماذا يقومون به؟ أولاً عندهم التمكين لأصحاب الحقوق بحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، ويمكن أن يخلقوا وعي بهذا المركز، بناء القدرات للفاعلين في هذا المجال وتمام من العرف القانونية، وكذلك تحسين قدرة الوصول للعدالة بأن نزود حالات محددة والمساعدة القانونية، وكذلك المساعدين القانونيين المجتمعيين الذين يمكن أن يساعدوا يوميا بأمور الإسكان والأراضي والممتلكات، كما يمكن أن نعطي مساعدة قانونية وبعد عن وتسل الأراضي وحرص الوظيفة في المجتمع. كمان كثير المناظرة، حيث أن يمكن أن يكون الفاعلين في مجال الإسكان والأراضي والممتلكات والمناطق المسؤولة منها، حيث يكون عندهم طبعاً سجل لتمارة المناطق الأراضي، وكمن ضمن ذلك السياسات في جنوب السودان. كما أننا نعطي دعماً مادياً لأنظمة العرفية للعالة ولياتها، حتى نمكن كل مجتمع من أن يقوم بعمله. ربما الشريحة التالية، دقيقة واحدة مارغريت، فقط دقيقة. ربما الرحلة هذا إذن ماذا بالنسبة لتغير المناخ؟ بالنسبة لنا في جنوب السودان هناك مواضيع تتفاقم مشكلة الإسكان والأراضي الممتلكة بعد الكوارث وبعدها، مثل الفيضانات جنوب السودان في القحط وكذلك الفيضانات، وكلاهما تسبب إلى النزوح، ولذلك نرى يوجد نزوحا موسميا من مجتمع إلى آخر، وهذا تغير المناخ هو الكبير بالنسبة لمشاكل الإسكان والأراضي الممتلكة في جنوب السودان. كما أن يكون هناك فقدان للوثائق بسبب الكوارث المتعلقة بالمناخ، والتي تعني بأنه قد يفقدون الكثير من هذه الوثائق. كما هناك المتعلقة بالمناخ التي يمكن أن تفاقم النزاعات ما بين من أجل الموارد الطبيعية، وهذا له علاقة في عدم الاستمتاع بحقوق الإسكان والأراضي الممتلكات. لذلك من المهم بأن المشاريع المتعلقة بالإسكان والأراضي الممتلكات يتم تصميمها مع تركيز على المناخ، حتى نتأكد من التأقلم والتدابير التخفيف لا تساهم في خروق حقوق الإسكان والأراضي الممتلكات، لكن تساعد على دعم الحقوق المتعلقة بهذا الشأن بالتحديد. ربما الشريحة التالية، هذه فقط صورة لأحد القرى هنا في جنوب السودان، حيث أنه عندما تأتي الفيضانات فهي تحطم كل شيء، وننظر إلى الأشخاص وتأثر على أشخاص من مناطق مختلفة، وتؤدي إلى الكثير من الضعف للأشخاص، ويوجد أيضا وما هي الحلول المستديمة. إذن هذا فقط صورة لما يمكن أن يؤثر على النزاعات المستدامة، وكذلك تغير المناخ كيف يؤثر على المجتمع. أما الشريحة التالية، هذه أيضا صورة أخرى عما يحصل في جنوب السودان بسبب تغير المناخ. التالية، ما هي الأعمال الأساسية التي قمنا بها؟ أولا تطوير القدرات للمجتمعات بتغير المناخ والبيئة، وهذا يتضمن الأعمال الوقائية مثل تخفيف استراتيجيات تخفيف الفيضان في سياق الإسكان والأراضي والممتلكات. هذا الشيء نقوم به حتى نضمن بأن مشكلة تغير المناخ والفيضانات والقحط يمكن التعامل بها. ثانيا
خلق الوعي وجلسات للمعلومات، وهدفها هو تشجيع المجتمعات لأن تنتقل إلى الأراضي الأكثر ارتفاعاً خلال موسم الأمطار، وأيضاً نهج شاملة وتضافرات عمل يد بيد مع الأكل المستخدم في المجموعات من شلتر وإلفاس. هذا مكن الاستثمار في البنية التحتية مثل مثلاً الخنادق المائية حتى نحل مشكلة تغير المناخ في جنوب السودان. جيم، هل عندي المزيد من الوقت؟ أظن أن توفنا مارغريت، أعتذر، لأنه لم يبقى لدينا إلا دقيقتين حتى ننهي الجلسة، وأعرف بأن جولي وفريقها صارمين تماماً وإلا سنقع في ورطة معهم. ولكن أشكرك كثيراً لمساعدتكم جميعاً في الأمور الفنية، وأقول مرة أخرى بأن الموارد ستتم مشاركتها. يوجد الكثير من العروض القيمة هنا. عندي سؤالاً واحداً أود أن أطرحه قبل أن أعطي الكلمة لإلينورا حتى تعطي الختام. أحد الأسئلة التي طرحت هي تأكد من الأطفال والنساء الذين هم وحدهم بأن يمكن أن نضمهم في أعمال متعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات. هل أحدكم يريد أن تعطينا تعليقاً كيف يعمل مع النساء والأطفال بشكل محدد بشؤون الإسكان والأراضي والممتلكات بشكل خاص، وكيف ترون ذلك في عملكم؟ هل يود أحدكم الإجابة أو يعطينا تعليقاً موجزاً عن هذا الموضوع؟ هل أقوم بذلك جيم؟ نعم، تفضل مارغريت ثم بن. هنا في جنوب السودان اللاعبين لقد تم دعمهم في جنوب السودان والأجندة، نتأكد أن النساء يتم نصحهم وأنه موجودون لحسن حقوقهن بالنسبة للعقار. أيضاً نتأكد أيضاً نعطي النساء الأولوية فيما يتعلق أين سيذهبون لمساعدة قانونية أو النصيحة أو استشارة. النساء يعلمون حقوقهن وأولويات وتطويرها بالنسبة لهن لمعالجة هذه المؤسسات للأراضي التي خسروها والنساء والعلم، وأن يكونوا سفراء للمجتمعات للنساء وحقوقهم في السكن والعقار والأرض. فقط هناك بعض الكلمات الختامية. بن، تريد أن تعلق على هذا؟ بشكل مختصر، نعم، أعتقد أفغانستان تواجه تحديات بالنسبة لحقوق السكن والعقار والأرض وحقوق النساء في تلك الأمور. HLB من جانبنا نريد نحن أن يكون هناك توعية بالنسبة للأمور المستضعفين، فقط لا يوجد صوت، أو بالنسبة للإخلاء وكيف المجتمعات الإنسانية يمكن دعمهم بطريقة. بالإضافة إلى في السنوات الماضية التأثير على إصلاحات في الأمور القانونية وحيث الرجال والنساء لديهم الحقوق أيضاً مثل النساء مثل الرجال، ولدينا بعض المواد يمكن أن تستطيع أن ترونها على إلكترونياً على الموقع الإلكتروني. وشكراً لكم. بشكل يجب نختتم الآن لأن انتهى الوقت. إذا أحد منكم يريدون أيضاً إجابة هذه الأسئلة اكتبوا على الدردشة نشارك تلك الأجوبة. شكراً. بشكل مختصر تفضلي. شكراً جزيلاً. أريد أن نستمع إلى الأصوات بالنسبة لأوغندا. لو دعمنا الحكومة ويكون استراتيجية للأرض نتأكد كيف وضع يعني حقوقهن حقوق النساء في إدارة الأراضي بالتنسيق مع الحكومة والأطراف الأخرى، وخاصة البرامج نحن نستخدم الأمور الجندرية
وكيف والتشبيك وكيف الاستجابة للأمور الجندرية في البرنامج. بعض الأمثلة، نحن صدرنا التطبيق، وعندما أيضا وضعوا هذه الشهادة العرفية، هذه الملكية، المشاركين من النساء والأولاد في هذه الشهادة لقد كان سعداء بالنسبة للأعداء الذين أتوا. نحن 80% في الملكية المشتركة هنا. شكرا. يجب أن نختتم هنا. زميلي من اليو ان، الموئل للأمم المتحدة، سيختتمون الجلسة اليوم. تفضلي إلينورا. شكرا جيم. الاختتام، أريد أن أرسل تقديري للمتحدثين لعملهم ولعروضهم، والفريق المنتج والفريق جعلوا هذا العمل باهرا، وطبعا إلى المسهل جيم. أريد أن أخذ هذه الفرصة لك. نحن المسؤولية حول السكن العقار والأرض، لحقوق السكن والأرض والمؤسسات والأمور النزوح التي تأثرت فيها تلك المجتمعات وتأثرت حمايتهم. أريد أن أشد انتباهكم، الكثير من هناك النداء لقد تم تطويره مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفي المحفل اللاجئين تجدون بعض المعلومات إضافية عن هذه الموضوع سكن عقار والأرض ومراجعته، وخاصة فرصة لجميعنا للمساهمة في عمل سكن العقار والأرض ومعالجة التحديات ذلك الموضوع. تريدون معرفة أيضا المشاركة مع السكن عقار والأرض على الموقع الإلكتروني أو مباشرة. جيم بنتان، وكل المعلومات في الدردشة. أتمنى لكم يوما طيبا ومساء طيبا، وأينما كنتم مع السلامة.